سلام حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية، ويلقاكم بهذا الفيديو كلكم نشاط وحيوية وسعادة ان شاء الله. هذا الفيديو درته لكل وحدة راح تقارح في النهار اللي غادي يجوا باش يشوفوها، وراح تخمم شات تلبس، شات حط، كيفاش تزوق الطاوله، شو الماكولات اللي تخيرهم، كيفاش تحط لي بلاطو تاع الكاطو، شات حط مع الكاطو، شو ممكن دير تحليه، كيفاش تزوق الفواكه، ما هي مثلا لي موديل تاع الكاطو اللي تحطهم، كيفاش تزوقهم في الطباسه. اذا هاد البلاويت راهم طوندونس، هادو اللي جايين يجوا هكا طوال ميغوار ولا انوكس ولا مهم. تقدري ديري تزيدي حتى المكسرات، هاد المشروبات، ديري التحليات ايضا. راح تشوفوها هنايا معانا التحليات، هنا كيفاش تزوق الصينيه تاع الكيسان. لاحظوا بغيتو ديروا هاد القوابس تانيك، راهم طوندونس وراهم شابين بزاف. هاد الصوالح اللي جابوهم، لاحظوا ممكن تكتفوا غير بالقهوه وتحطوا مثلا جي ولا تحليه مقبل. لاحظوا هاولين المكسرات، تحطوا لي فخوي كيما هكا ولا تزوقوهم. لاحظوا المشروبات، هاد الكيسان تانيك راهم شابين وراهم دايرين حاله ياك. لاحظوا الطباسه، التحليه كيما قلت. الفواكه ممكن تكتافوا تحطوها هكا ولا تقطعوها، شوفوا التنوع. تقدروا ديروا حتى المملحات، مثلا المملحات اللي بغا يدير. المهم واحد يدير الحاجه على حساب طاقته والحاجه اللي نجم يديرها. بغيت نعطيكم فقط افكار كيفاش لاحظوا كيفاش تطول السرابيط. اذا راه لي فيديو راه قدامكم، اي واحد حاجه فاته يقدر يعاود يقدم ياك ولا يولي ولا. والان كايلي قالت لي واش تقترحي علينا شنو نلبسو. لاحظوا ممكن تلبسوا قفطان كيما هكا سام. اذا لاحظوا قفطان كاين حتى معها التسريحه، قفاطين شابين. ما كاش قفطان من القفاطين اللي راكي دايرتهم، مثلا هذوك لي سامبل اللي جايين للعرضات المناسبات، مثلا هكا وليمه تروحي تحضري لها ولا تكوني دايرتها في التروسو تاعك، ممكن تشريه للشوفه ولا للكمال وتدسيه في التروسو تاعك. غادي تلبسيه ان شاء الله من وجاي ان شاء الله. شعر ربي يرفع علينا هاد الوباء ان شاء الله يا ربي، وتعاود تولي الامور كما كانت ولا احسن من اللي كانت ان شاء الله يا رب العالمين. اذا هذه كلها موديلات، واللي عجبتك اش حاجه ممكن يدير كابتور ولا بغى يخيط على حسابه يدي الموديل اللي عجبه. كما راكم تشوفوا انا عاودنا ولينا موديلات. هاد الصوالح اللي يجيبوهم ممكن كاش واحد راه يتفرج وراه يخمم عنده غادي باش يخطب ولا باش يشوف، يعاود يولي ويشوف شا الصوالح اللي يجيبهم. اذا هادي كلها فقط افكار اقتراحات ممكن تدو بها، ممكن تدو بها افكار، فقط باش تدو افكار لاحظوا نتمنى هذا الفيديو يكون يفيدكم ان شاء الله يا ربي، وتهزوا منه افكار ساعدكم. المهم كانه يفتح لكم الطريق، فقط اللي راه قريب تشوف صوالح اللي تسحقهم باش تديرهم. هذه هي يعني حاولت انني نجمع لكم اكبر عدد ممكن من الصور اللي لقيتهم، ونتمنى كل واحدة ان شاء الله عرسها راه قريب ربي يكملها بالخير، وكل واحدة اللي مازال ما يجي يساعدها ربي يوفقها ان شاء الله. كيما هنايا ممكن تدوا افكار وين تحطوا البلاويت. لاحظوا كيما هنايا وين تحطوا البلاويت،
يعني انك من تجي تحطي ممكن راح تحتاجي طاولة تحطي لهم فيها باش ياكلوا، وطاولة تحطي فيها الصوالح يعني باش وهذه مثلا تكوني رايحة باش تخط باش تدي معاك. هذه هي والان نروحوا للتسريحات اللي ممكن تعتمدوها ان شاء الله نهار الشوفة ولا نهار الكمال ولا الخطبة. يعني هذه تبقى فقط اقتراحات ويبقى كل واحد على حساب ذوقه. هنا يعني راها عاليه تنجموا تهودوها شويه، طب ممكن تخلوها سامبل كيما هاك والله يكمل.